تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد، هل قام جهاز مخابرات باختراق الطائرة المصرية؟ كلمنا امبارح عن الاحتمالات والسيناريوهات والنظريات اللي ممكن بها نفسر سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس في مياه البحر المتوسط، واتكلمنا امبارح ان احد الاحتمالات هو اسقاط الطائرة عن بعد، وقلنا هي نفس نظرية الطائرة بدون طيار، ان يمكن اختراق اجهزة الطائرة وانت بعيد، زي التحكم في طيارة بدون طيار وهي بتحارب في دولة اخرى بعيدة، يجري اختراق طائرة مدنية والتحكم فيها عن بعد. النهاردة في وسائل الإعلام تصريح للطيار أحمد محمد من الخطوط الجوية السعودية، وقال إن ده وارد جدا، وقال إن ممكن جهاز مخابرات يكون اخترق الطائرة المصرية، وإن الجهاز ده هو اللي قطع اتصال الطيارة بالرادار، وإن الجهاز ده هو اللي تعامل مع الطائرة فيما بعد. زي ما قلت لحضراتكم إن التقدم العلمي قد ما هو إدى الإنسانية دفع للأمام، لكن في سهولة شديدة جدا في تدمير هذا التقدم العلمي. تقدم برامج الكمبيوتر وتقدم المستوى التقني للطائرات ولغيرها بيسهل اختراق أجهزة الملاحة واحتمال توجيه الطائرة عن بعد. بنرجحش هذا الاحتمال أو غيره، بنضعه في الاعتبار، وما لم يكن الآن في المستقبل باستمرار في خطر على حركة الملاحة الجوية بعد تقدم تقنيات اختراق الطائرات وتوجيهها عن بعد. اتنين، ملف الطائرة، توضيح من السيد وزير الطيران. امبارح كلمت حضراتكم عن السيناريوهات والنظريات، وانتقدت أداء وزير الطيران، وقلت إن الأداء لم يكن جيدا وأداء وزارة الطيران لم يكن أداء جيدا. كلمني امبارح وزير الطيران المهندس شريف فتحي، وقال ان هو عنده رد وتوضيح للي انا قلته بالامس في حلقة الطبعة الاولى. وزير الطيران قال نمرة واحد، ان احنا ادرنا الازمة كوزارة الطيران بمنتهى الكفاءة طبقا لمنهج ادارة الازمات. نمرة اتنين، تعاملنا خطوة وراء خطوة بمنهج علمي. اول حاجة التعامل مع الوصول إلى حطام الطائرة، ده أول شيء إحنا عايزين نوصل له، فين حطام الطائرة المصرية؟ اتنين، التعامل مع الأهالي. تلاتة، بدء التحقيق في ملابسات سقوط الطائرة المصرية. وقال الوزير إن هم تعاملوا في الخطوات الثلاثة في إطار منهج إدارة الأزمات. امبارح انتقدت المؤتمر الصحفي المطول للوزير، قلت كان ممكن يكون مقتضب للغاية، فالوزير قال لي ان ضغوط الصحافة كانت شديدة جدا، والاعلام كان عايز معلومات كتيرة، والاعلام لم يرضى بمعلومات مقتضبة، وده اللي خلانا من مؤتمر صحفي عالمي مطول. ايضا الوزير قال ان كلامه كان واضح تماما من البداية الى النهاية، ان احنا لا ينبغي ان نسبق التحقيقات، احنا بنستنى ونشوف التحقيقات والصندوق الاسود بعد العثور عليه هيوصلنا الى ماذا. ولما الاعلام الفرنسي سأله ان انت بترجح اي رواية، قال الوزير ان هو لا يرجح رواية على اخرى، وانه بينتظر نتائج التحقيقات. قال الوزير ان البعض استبق وهاجم مصر الطيران وهاجم الطيار، واتكلم على أعطال فنية وما إلى ذلك بهدف تدمير سمعة الشركة والطيارين المصريين، علشان كده كان لازم يرد بأنه لا ينبغي استباق الأحداث أو التحقيقات وترجيح عنصر على آخر. التعبيرات اللي أنا انتقدتها امبارح، زي استخدام الوزير تعبيرات من نوع احتمالات جميلة واحتمالات أقل جمالا، قال لي أنا استخدمتها في إطار السخرية وليس في إطار الجدية، وكنت بكلم الخارج بلغة يفهمها الخارج، وتم تحريف بعض الكلمات التي استخدمها الوزير. وأخيرا الوزير قال إن في إشادة دولية بإدارة وزارة الطيران للأزمة، وقال أنا في النهاية في انتهاء التحقيقات، لما تنتهي التحقيقات وإذا ظهر فيها
ان في خلل في اداء وزاره الطيران، الوزير قال انا هطلع وهعترف وهعتذر وهنقول نتائج التحقيقات لو ان احنا المسؤولين كوزاره او مصر للطيران. لكن حتى ذلك الحين لا ينبغي ان نسبق التحقيقات وننتظر النتائج. هذا ما جاءنا من السيد وزير الطيران المهندس شريف فتحي على ما ذكرناه في حلقة الأمس. ثلاثة، نتنياهو وليبرمان مجرم يستعين بمجرم. لما مصر اتكلمت على ضرورة عودة مفاوضات السلام، ولما الرئيس السيسي قال القضية الفلسطينية أساسية ومركزية بالنسبة للعالم العربي والاستقرار في الشرق الأوسط بل والأمن العالمي ككل، وإن لابد من العودة إلى المفاوضات من أجل إقامة دولة فلسطينية، فوجئنا في إسرائيل رغم أن في حفاوة كانت ظاهرة في الساعات الأولى لكنها كانت حفاوة كاذبة، وسرعان نتنياهو معين وزير دفاع هو ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد. لم يتخيل أحد إن ده يكون الرد على طلب استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل. نتنياهو مجرم حرب بلا شك، ونتنياهو لم يكن في أي لحظة رجل سلام ولن يكون رجل سلام، إنما السياسة هي التعامل مع الأمر الواقع. أما وإن نتنياهو هناك يلا تجربة، يمكن ضغوط دولية أو إقليمية تنجح إنها تحرك نتنياهو ولو قليلاً إلى مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني، لكن نتنياهو بيؤكد باستمرار أنه رجل حرب ومجرم حرب وأنه لا يمكن أن يكون رجل سلام. المكان الطبيعي نتنياهو أنه يتحاكم في لاهاي مش أنه يستمر رئيس وزراء إسرائيل. ورد على المبادرة المصرية بأن يعين مجرم حرب آخر أكثر إجراما وإرهابا هو ليبرمان وزيرا للدفاع. يعني احنا بنقول له تفاوض مع الفلسطينيين من اجل اقامة دولة فلسطينية واقامة السلام، جاب وزير دفاع كان بيهاجم مصر قبل كده وقال انه يمكن ان يقوم بضرب السد العالي. ده مش وزير دفاع مؤمن بالسلام مع الفلسطينيين، ده مش مؤمن بالسلام مع مصر ومع ضرب السد العالي. فهذا الوزير الإرهابي المجرم ليبرمان أصبح وزيرا للدفاع من قبل نتنياهو مجرم الحرب الذي ينبغي أن يكون محاكما في لاهاي. مجرم استعان بمجرم، مجرم عين مجرما، تحالف الإرهاب يحكم إسرائيل. أربعة، إفريقيا لقاء السحاب بين داعش وبوكو حرام. إفريقيا منكوبة، مش كفاية الوضع المؤسف اللي موجودة في القارة السمراء، إنما كمان يطلع في حظ إفريقيا السيء حاجة زي بوكو حرام. بوكو حرام تنظيم إرهابي متخلف موجود في نيجيريا وبعدين تمدد في عدة دول في وسط إفريقيا وفي دول الصحراء، وعندنا داعش في الناحية الأخرى، يبقى داعش في سوريا والعراق وبوكو حرام في غرب ووسط ثم شمال إفريقيا. دلوقتي داعش في سوريا والعراق بتخسر وخسرت نص أراضيها تقريبا. دلوقتي الأمل عند داعش إنها تتمدد في إفريقيا وتاخد من ليبيا إلى نيجيريا. دلوقتي داعش في ليبيا تفكيرها إنها تسيطر تنزل بقى جنوبا، يعني إفريقيا شمالا وجنوبا، داعش في ليبيا تنزل بقى شوية، هنا بتقابلها بوكو حرام لقاء السحاب، زحف التخلف يقابل زحف التخلف، والمتخلفين بيلتقوا على جثث ملايين المسلمين في هذه الدول. ده اللي بيحصل بالظبط دلوقتي. مسؤول أمريكي كبير قال إن في ناس متطرفين وعناصر إجرامية مقاتلة من بوكو حرام انضموا إلى داعش ليبيا ووصلوا ليبيا، وصلوا من نيجيريا. بوكو حرام بعثة علمية، بدل ما ننتظر علماء وناس لهم قيمة ووزن ومفكرين واقتصاديين ومستثمرين عشان يطوروا أوضاعنا، في متخلفين هم اللي بيجوا علشان يدمروا ما بقي من أوضاعنا.
بدل ما ننتظر ناس عندهم علم وفكر ورؤية، جالنا متخلفين من بوكو حرام إلى ليبيا علشان ينضموا إلى تنظيم داعش. ده كلام مسؤول أمريكي كبير كما نشر الأستاذ عطية عيسوي في صحيفة الأهرام في مقال مميز. كمان وزير الخارجية البريطاني قال إن من سنة، من يونيو اللي فات يونيو 2015، داعش بويعت من قبل بوكو حرام. لما بوكو حرام بيعوا داعش كان حلمهم ان هم يقابلوا بعض ويلتقوا في منتصف الطريق او يتحالفوا، وبعد مدة قليلة جدا من مبيعة متخلفين لمتخلفين قاموا بحرق عدد من المسلمين في احكام بالاعدام زيهم زي داعش تماما. دلوقتي في حاجة اسمها تنظيم داعش الصحراوي لشخص اسمه أبو الوليد الصحراوي، ده عايز يعمل دولة الخلافة في المغرب العربي، عشان دولة الخلافة في المشرق العربي، عشان دولة الخلافة في نيجيريا اللي هي بوكو حرام، عشان يلتقي دول مع دول مع دول على جثة الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي. للأسف إن ده بيحصل بقوة، واللي في الشمال بيحاول يصل للجنوب والجنوب بيحاول يصل للشمال، وتحالف الإرهاب أقوى من تحالف مواجهة الإرهاب. تحالف الدولي لمواجهة الإرهاب غير جاد، لكن تحالف الإرهاب تحالف جاد. الدعم الغربي لمكافحة الإرهاب غير جاد، لكن الدعم الحقيقي اللي موجود من أماكن كتيرة جدا للإرهابيين من أجل أن يتحالفوا هو دعم جاد وحقيقي. في هذا السياق النهاردة تقرير اقتصادي عن إفريقيا، عن المجاعة في إفريقيا. تقرير مفزع إنه 50 مليون إفريقي يعانون الجوع 2016. فتخيل قارة زي إفريقيا بكل ما فيها من مآسي تضاف إلى مآسيها موجة مجاعة جديدة، تقلبات مناخية. تكلمنا قبل كده في حاجة اسمها لاجئ المناخ، اللي هم الناس اللي هيبقى عندهم قحط وجفاف، مفيش مية مفيش مطر مفيش شتاء لمدة كافية، الناس بتبدأ تهاجر لمكان تاني أو بتموت مكانها. دلوقتي في إفريقيا 50 مليون جائع، رقم مفزع. في القارة الإفريقية لما 50 مليون لا يجدوا طعام يومهم، مثلا بلد زي جنوب السودان 6 مليون جائع. ولو احنا فاكرين احتفالات انفصال او استقلال جنوب السودان، كان الغرب وقتها شفنا بقى من اول جورج كلوني لغاية جيمي كارتر كله موجود، حسينا ان جنوب السودان هيبقى سويسرا افريقيا. انما اول ما تحقق المراد وانفصل جنوب السودان عن السودان، في هذه الحالة الغرب خلاص شكرا انتهت اللعبة، يلا بقى مع نفسكم. طب يا جماعة انتوا كنتوا معانا، قلتولنا انفصلوا واستقلوا وتبقوا أحسن مليون مرة من أنكم تستمروا في الوحدة مع الخرطوم. إحنا قلنا كده، طب فين بقى الوعود؟ ولا وعود. فتخيل لما يكون جنوب السودان كل السكان أصلاً 10 مليون ولا أكتر، حاجة بسيطة، يكون منهم 6 مليون جائع طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة النهاردة، فإحنا في حالة مفزعة. إثيوبيا 10 مليون تحت دائرة الجوع. مجمل الجوع في إفريقيا تقديرات 2016 50 مليون جائعة. ده لسه ما حصلش لقاء السحاب بشكل كامل، ده لسه تعارف شوية من بوكو حرام اتعرفوا على أصحابهم في داعش في ليبيا، وشوية من هنا بيتابعوا شوية من هنا. لكن تخيل بقى لو حصلت هذه الفجيعة أو هذه المأساة وقدر التنظيمين يطبقوا على أنفاس المسلمين في القارة الإفريقية، دي بلد فيها 50 مليون جائع قبل ما يحصل ده. تخيل بقى وضع إفريقيا لو حصل لقاء السحاب بين القوى السوداء الإرهابية في إفريقيا. 6 تاجر اليورانيوم. زي كده رواية تاجر البندقية، ممكن نتكلم على تاجر اليورانيوم، فيش علاقة بين الاثنين إلا ممكن يكون التشابه في الاسم. تاجر اليورانيوم هو تاجر بس بيتاجر في اليورانيوم والمواد المشعة، طبعا ده ممنوع وبالتالي كل سوق سوداء. وفي عصابات يورانيوم، طبعا دي عصابات جريئة جدا، دي بتتاجر في اليورانيوم. شوفوا الجرأة اللي عند هؤلاء
المجرمين أو هذه العصابات. وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي بالذات في عصر يلسن حصل كتير جدا من تهريب اليورانيوم والمواد المشعة، واليورانيوم بيستخدم في صناعة القنابل النووية. إنما صحيفة الرياض السعودية بتشير في مقال مهم إنه مش بس صناعة القنابل النووية، إنما في حاجة اسمها كبسولات يورانيوم. كبسولة اليورانيوم هي مادة صغيرة جدا، شريحة صغيرة جدا 2 سنتي تقريبا، إنما قادرة على إضاءة منشأة لمدة عام كامل. بدل المفاعلات النووية الكبيرة وارد نخش في المفاعلات النووية الصغيرة أو المفاعلات النووية التي لا ترى تقريبا. لو فاكرين حضراتكم أو قريتوا عن الكمبيوتر زمان كان جهاز الكمبيوتر بيملى أوضة كبيرة جدا، مكان واسع جدا. دلوقتي جهاز الكمبيوتر موجود جوه موبايل صغير جدا في كل الإمكانات. فشوف بقى من أوضة كبيرة جدا جدا لجهاز قد كف الإيد أو أصغر. وارد جدا إن المفاعلات النووية أو بدأت تكون في مفاعلات صغيرة جدا. وما يسمى كبسولات اليورانيوم طبعا ده تطور مذهل إذا تطور أكثر من ذلك في التجارة وفي الاستثمار. إن أنت يبقى عندك مفاعل نووي لبيتك، مفاعل نووي صغير 2 سنتي تقريبا، إنما ينور هذا البيت لمدة طويلة قادمة، أو مفاعل نووي كبسولة يورانيوم صغيرة لمنشأة أو كومباوند أو مصنع أو شارع أو تجمع سكني. إنما هذه الكبسولات النووية أو الكبسولات اليورانيوم مع تفكك بعض الدول النووية السابقة، مع جهود الإرهاب، مع عصابات بيع اليورانيوم، يعني آخر عصابة اتمسكت في إحدى الدول وهنشوف شكل العصابة بس متغميين شوية، كانوا يبيعوا اليورانيوم الكيلو بكام؟ الكيلو ب$3 مليون، ودول كمان خايبين شوية، لو لقوا تنظيم إرهابي قوي كان هياخد منهم بأكتر من $3 مليون. فدلوقتي في حالة هوس بالوصول إلى اليورانيوم وبيع اليورانيوم، لأن الكيلو الواحد يورانيوم ب$3 مليون. ألقي القبض على 5 أشخاص في جورجيا كانوا يحاولون بيع كمية تزيد عن كيلوغرام من اليورانيوم في السوق السوداء. النظائر التي كانت بحوزتهم يمكن أن تستخدم في صناعة سلاح كيماوي بحسب المحققين الجورجيين، وكانوا قد عرضوها مقابل مبلغ $3 ملايين. سبعة، الفساد في المحليات صناعة المرض. مشهد مذهل جدا بث موقع اليوم السابع لمواطن مصري محافظة الغربية، شاف لقى عربيات السلطات المحلية في الغربية أو المحليات في محافظة الغربية، إن موجود عربية نقل كبيرة اللي هي شايلة القمامة، وهنشوف في فيديو مفزع ومخيف الحقيقة، بيرمي كل ده في النيل. بيجي لودر بقى بدل ما ينظف الكلام ده ويرجعه، ده اللودر مع العربية والاتنين حكومة، اللودر حكومة والعربية دي حكومة، والاتنين دول هما اللي بيرموا كل المخلفات ديت في النيل. شو بقى الناس اللي هما بلا قلب وبلا ضمير دول بقى مش يحاكموا إداريا، دول يحاكموا جنائيا، لأن ده شروع في قتل. انت بتقتل المصريين، بتقتل المواطنين لما بتعمل هذا السلوك. ده مش واحد مهمل في العمل أو واحد مكسل يشتغل، ده واحد بيقتل آلاف المصريين بهذه الطريقة. دول يحاكموا جنائيا بتهمة الشروع في القتل أو التدبير لقتل جماعي للمصريين. المجرمين دول عربية، المجرمين دول موظفين، عربية بترمي على النيل واللودر يزق بقى عشان ينظف الطريق، فيزق كل ده يرميه في النيل. في النهاية بنلاقي أمراض، دي بقى صناعة المرض. في دول عندها صناعة الأمل، وفي دول دلوقتي أو المحليات بتاعتنا صناعة الألم مش صناعة الأمل. فالمجرمين دول لما وقف لهم أحد المواطنين وقال لهم ده ما ينفعش، ولا عبروا ولا اهتموا وكملوا ورموا كل المخلفات في النيل. في النهاية أمراض، والأمراض في النهاية اقتصاد، والاقتصاد في النهاية عبء على الدولة. يبقى بدل الدولة تتفرغ
لمشروعات عملاقة ولتطور من أجل المستقبل، تقعد بقى الدولة متفرغة من أجل مكافحة الأمراض اللي بيعملها عديمي ضمير زي دول. الأمراض موجودة بحكم خلق الإنسان، إنما النسب في الدول متفاوتة، وفي دول نسب الأمراض فيها طبيعية، إنما عندنا في مصر مش طبيعية. ليه؟ لسلوكيات كتيرة جدا، منها رمي مخلفات صناعية في النيل، ورمي مخلفات بيولوجية في النيل، وناس زي دول بلا ضمير قاعدين يردموا النيل بمخلفات وقمامة بلا خلق. هذا عربات المجلس المحل، هذا عربات المجلس المحل، والله لو سعاده لاسعى المستوى وهشتكيكوا واوديكوا في ده، والله لو اوديكوا في ده. هذا الزباله بتترمي في البحر من النيل اللي بنشرب منه اهي. ومين اللي قال لك الدواري مين؟ مين اللي قال لك ارمي؟ الكهرباء يقع زيني. احنا ايه؟ هو انت تجيب زباله وترمي في البحر وتلم علينا الدبان والزباله في الوشين على طول؟ هو ده منظر ده؟ والمصحف لا اشتكيه. أمواج المريخ، مشهدين الحقيقة بيعبروا عن الوضع اللي احنا فيه والوضع اللي العالم المتقدم بيحاول يصل إليه. المشهد اللي احنا فيه، الأمم المتحدة بتقول إن نص مدارس الأمم المتحدة في سوريا ودول أخرى عربية تعرضت إلى التخريب وإلى السلب والنهب. تم الاعتداء على 50% من مدارس الأمم المتحدة في العالم العربي. اللي اعتدوا دول مش عايزين مستقبل، مش عايزين أطفال يتعلموا، مش عايزين أطباء ولا مهندسين ولا مستثمرين ولا اقتصاديين ولا أي حاجة في المستقبل. عايزين ناس بلا تعليم بلا قدرات عشان تبقى الأمة دي مستقبلها مظلم بدون ما تعمل مجهود. إنما المشهد ده المؤسف جدا اللي فيه نص مدارس الأمم المتحدة في العالم العربي تهدمت أو تم الاعتداء عليها، وبالتالي هرب التلاميذ وهرب كمان الأساتذة والمدرسين، بيقابلوا للأسف مشهد، أو مش للأسف، للأسف بالنسبة لنا إحنا، إنما مشهد آخر في العالم اللي هو الصراع على المريخ. إحنا بنقتل المستقبل بفعل التطرف والإرهاب والعملاء والمجرمين اللي بيحاولوا يقتلوا مستقبلنا، والآخرين ماشيين إلى مستوى مذهل. سنة 2001 وكالة ناسا طلعت قمر صناعي بيدور حول المريخ علشان يصور كوكب المريخ، لأنه في اعتقاد إن كوكب المريخ ده الماضي بتاعنا، وإن إحنا مستقبلنا هنبقى زي كوكب المريخ. فعشان ما نبقاش زي كوكب المريخ اللي هو نهاية الحضارة كلها تماما وجفاف تام، لازم نبص على المريخ إيه اللي حصل له علشان نتفادى اللي حصل للمريخ. في كل الأحوال الأمر ده من 2001-2002 لغاية دلوقتي صور كتيرة جدا، إنما النهاردة بعد صور مهمة عن كثبان رملية بيسموها أمواج الشمال. دلوقتي اللي بيقرأ عن المريخ هيلاقي جغرافيا كاملة تابعة للمريخ. بنتكلم على جغرافيا فيها القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وممكن تعتبر المنطقة القطبية الشمالية، وإن في جليد الماء
موجود في بعض المناطق، وان في زي ما قلت لحضراتكم في حفره اسمها حفره اسكوريال، وان بعد كده موجوده امواج الشمال اللي احنا قلنا ان هم صوروها لهذه الرمال اللي بتسمى امواج الشمال، واللي هي برضو قرب القطب الشمالي. وبعد كده هنلاقي حاجه اسمها الهاويه الشماليه، يعني المريخ بدا يتقسم ويتفهم، وبقينا عارفين بس جيولوجيا المريخ وانما جغرافيا تفصيليه المريخ. في دلوقتي معالم على المريخ، معالم واضحه، يعني ممكن في المستقبل هنلاقي رسم تفصيلي للمريخ زي كوكب الارض، زي ما ترسم بالظبط كوكب الارض وتقول ده القطب الشمالي وهذا القطب الجنوبي، وهنا تمشي لغايه اليابان لغايه امريكا ومصر في النص، الشكل احنا عارفينه للكره الارضيه. برضو المريخ بدا تقريبا يترسم بهذا الشكل، في قطب الشمالي في المريخ، قطب الجنوبي في المريخ، منطقه قطبيه شماليه بسموه الجليد بقى الماء، اللي هو قلنا قبل كده ان في كلام ان وكاله ناسا لقت ميه هنا موجوده تحت الارض. هنا بقى في معالم بقت موجوده، حفره اسكوريال ممكن نقول انها هنا تقريبا، طبعا ده رسم تقريبي، انما في حفره اسكوريال. لو قلنا هنا هنلاقي امواج الشمال في المنطقه ديت اللي هي الرمال اللي موجوده، هنا الهاويه الشماليه اذا جاز الرسم بهذا الشكل. بقينا نتكلم على معالم، طبعا الرسم مش بالدقه الكافيه لان ده كوكب بقى عايز يعني رسم علمي ادق من كده لوكاله ناسا، انما ده تقريبا عشان نعرف ان في قطب شمالي وقطب جنوبي، في هاويه شماليه، في حفره اسكوريال، في امواج الشمال اللي هي عباره عن رمال، في ميه موجوده تحت لكن مجمده جليد الماء، وبالتالي رسم الكوكب بقى واضح دلوقتي الى حد كبير. ده معناه العلم وصل لمستوى اسطوري. الكلام ده مش بنقوله علشان نحبط، احنا فين؟ مدارسنا بتتهدم وبوكو حرام بتقابل داعش في العالم الاسلامي، ووكاله ناسا بتصل للمريخ والقمر بيبعت صور، وجغرافيا المريخ بقت واضحه. ده مش كلام للاحباط، انما كلام لبث العزيمه من جديد. وهم كمان اللي متقدمين دلوقتي كانوا متخلفين فيما قبل، واحنا اللي وضعنا سيء دلوقتي كنا متقدمين فيما قبل. والامم لا تثبت عند مسافة واحدة ولا مستوى واحد، وإذا كنا في مستوى صعب الآن لازم نتطلع إلى المستقبل، لأن ممكن أوي أوي يعتدل الرسم البياني ونشهد منحنى صعود بعد أن طال بنا منحنى الهبوط. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأغرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي.